عودة لكم مشاهدينا الكرام. لا تقتصر السموم على تلك التي تدخل الجسم عن طريق الطعام فقط، يمكن البعض يعتقد أن السم ما يدخل إلا من خلال الأكل. هناك طرق عديدة، هناك سموم تنتج داخل النفس نتيجة لمؤثرات محيطة، لإحباطات معينة وما تعالج ولا إن صح التعبير لها أي طريقة تقدر تعبر عنها، تقدر تقول أن أنا عندي هذا المرض تحديدا أو عندي هذا النوع من السموم النفسية، حتى يعني لا تكون إن صح التعبير عرضة لأي طريقة إفتاء إن صح التعبير. هذا الموضوع اللي راح نناقشه اليوم بشكل أخصائي أكثر مع الأخصائية النفسية الدكتورة فجر الماجد. حياك الله دكتورة، هذه ساعة المباركة. دكتورة بداية خلنا نفهم شنو يعني مقصود بالسموم الداخلية أو السموم النفسية أكثر؟ المقصود في السموم النفسية هي المؤثرات السلبية التي قد تؤيد إلى الاضطرابات النفسية. وموجودة هذه بكل جسم؟ يعني ولا تتفاوت؟ والله تركيبة النفس، في عندنا عوامل قد تؤدي إلى هذه الاضطرابات النفسية. مثل إحنا مجتمعنا مثلاً يحتم علينا كتمان بعض المشاعر. وهالمشاعر مثل الغيرة، الحب المطلق، الكراهية، هذه المشاعر لما ما نتكلم عنها ولا نصارح بعض ولا نصارح الأخصائيين النفسيين قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية. زين شلون أعرف إن أنا عندي الآن يعني لها مظاهر معينة، لها اضطرابات معينة، شلون أعرف إن أنا فيني سموم نفسية ولا ما فيني؟ مثلا أكو بعض الأشياء تبين، مثل العزلة، عدم التكيف مع المجتمع، عدم التكيف مع أعضاء العائلة، بعض هالأشياء، القدرة على العمل مثلا تلقى روحك ما تقدر تأدي اللي تقدر عليه، فهذه الأشياء اللي يمكن تبين لك إن فيك سموم نفسية. وهذا شيء موجود يعني بالكل، ما هو شيء غريب ولا مستغرب. لكن شلون أقدر أعبر عنه؟ شلون أقول والله أنا فيني كسل أو فيني شيء غير طبيعي؟ عادة لما أروح حق أخصائي نفسي شنو يكون التشخيص؟ والله أنا أعتقد إن إحنا في المجتمع نتكلم عن الاكتئاب ونتكلم عن القلق والتوتر، هذه المصطلحات ساعات شعبية كلنا نقول كذي، فيني ضيقة خلق صار فيني اكتئاب، إيه كلنا كذي، بس هالمصطلحات طبية لها بعض الأعراض، والأعراض هذه يشخصها طبيب، وفي يعني بعض الأشياء اللي إحنا نشوفها في مثلاً اللي جاينا حق علاج نفسي ولا مو علاج نسميه مساندة أو اكتشاف نفسي، احنا نشوف فيهم اعراض احتمال تحتم ان احنا نحولهم على دكتور نفسي. ويصير شيء متقبل، يعني الان في ثقافه مجتمعيه لما اقول له والله كل انسان فيه سموم داخليه وفي حالات من الاكتئاب ولازم انك تعالج، الى الان المجتمع ما هو متقبل انه يروح لطبيب نفسي. اي صدق، يعني فشلون انا بعالجه من الاساس؟ شلون بقنعه ان انت عندك سموم نفسيه داخليه يجب انك تتخلص منها وتعالج منها؟ انا اخاف من كلمه السموم. شلون نسميها؟ مؤثرات أو عوامل تكون داخلية وراثية أو تكون عوامل اجتماعية أو تكون يعني خارج الإنسان. أعراضها مكتئب، الكل يكتئب، متضايق، الكل بيضايق، شنو أعراضها؟ أعراضها لما يكون هذا شيء سيء يمنع الشخص أنه يتكيف مع الحياة، مثل كره الدنيا، في أسوأ وقت يكون أفكار عن الانتحار ومحاولات الانتحار، هذه الأشياء إحنا لازم ندير بالها منها، فهذه بعض الأشياء اللي إحنا نشوفها كأخصائي نفسي. تمام. الآن الآثار النفسية، البعض يقول والله بما أنها موجودة عند الكل فما له داعي إني أعالج ويحلها الزمان على قولتهم. آثار النفسية لو زادت، لو تراكمت كل هذه العوامل المحيطة فينا على قولتنا إحنا بينفجر الإنسان، شنو ممكن يصير؟ والله يمكن يعرض الإنسان إلى اضطرابات نفسية مثل الانهيار العصبي الكامل، مثل الاكتئاب. صعب أن نقول أن هذا الشيء راح يأثر على شيء، بس أنه يعرض الشخص حق هذه الاضطرابات النفسية. اكتئاب يصير فيه؟ والله احتمال يصير فيه اكتئاب، بس الاكتئاب فيه وايد عوامل تسبب الاكتئاب، بعض الوقت اكتئاب يصير في شخص بدون أنه يكون عنده مؤثرات، يكون اكتئاب كلينيكي. شنو هذا؟ هذا شيء يعني الشخص مثلا ما عنده أشياء اللي قاعدة تضايقة بس يصير فيه اكتئاب، كل شيء عندي معاشي مرتاح، أيه بس انه مكتئب. هذا شيء يحتاج علاج غير انه يشوف اخصائي نفسي. مجتمعاتنا يعني تفهم هالكلام؟ والله اعتقد قاعد يزيدون،
احنا قاعدين يجونا مرضى مثلا من عوائل تقليديه، يجونا مرضى من وايد يعني انواع من بشر في المجتمع، فهذا الشيء كله قاعد يتحسن وقاعد يتغير. مثلا في حمله تقبل لما رحت الامسيه مالتهم وقفوا وقالوا انا مثلا فيني مرض ثنائي القطب، انا فيني اكتئاب، فقاعد اشوف المجتمع انه قاعد يتغير وعنده يعني يقدر يناقش الموضوع. ما هو فقط انه والله يقول لك، لما اي اقول لك والله انت عندك مرض نفسي لازم تعالج مريض، البعض يتردد مثل ما قلتي من دخلت المستشفى، لكن لما اي اقول له انت عندك اكتئاب الاخر يمكن يشوفها نوع من الرفاهيه الزايده. أي، انا اروح اقول له انا ما عندي مشكله بس حاس اني انا مكتئب. وهذا الشيء صح، احنا الحمد لله كنا زينين والحمد لله ما فينا شيء، بس فينا يعني هذا شيء طبيعي. واحنا مثلا الاخصائيين النفسيين ما نحب نتكلم ان هذا الشخص، نقول مثلا هذا الشخص مريض ولا هذا طبيعي، كلنا عندنا نظره مختلفه وكلنا عندنا اشياء تساعدنا واشياء توقفنا. في 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 نظره انسانيه يمكن من الكل يعرفها، كل ما سولفت كل ما فضفضت اكثر. أيه، كل ما طلعت اللي فيك. هل الانسان الكتوم اللي لما يواجه العوامل المحيطه في غضب ايا كان هذا العامل يسكت؟ أيه، هذا اكثر افراز لصحة التعبير، ما ابي اسميها سموم، لكن اكثر نتاجا لهذه العوامل واكثر جذبا، ولا اللي يسولف ويفضفض يرتاح اكثر؟ اعتقد اللي يسولف ويفضفض يقدر يكون علاقات مع الاخرين وهم مع الاخصائي النفسي، وهالعلاقات هي اللي تنعش الشخص واللي تساعد الشخص انه يتقدم وينمو في حياته. فبعض الاعراض اصلا للامراض اللي تكلمنا عنها العزله وعدم مثلا التعبير عن المشاعر، هذه بعض الاشياء اللي نشوفها انه قد تعرض الشخص للامراض. الحين انا بنيتي 24 ساعه قاعده بروحي، أيه، ام تقول مثلا او ابو يقول والله ولدي قافل على نفس الباب وقاعد، هذا نوع من انواع العزله. لكن هل اذا زاد هالشيء ممكن انه يترتب عليه باكر في شيء يصير ولد؟ والله صعب علي اني اقول هالشيء لان في وايد عوامل تقدر تكون موجوده، بس هذا يسبب مشاكل في النمو الشخصي، نمو الانسان. زين، انا ما ودي اراجع طبيب لكن ودي اتعالج، أيه، شنو المفروض اني اسوي؟ العب رياضه؟ في اشياء معينه تساعدنا صحيا نفسيا ان نتعدى هالمرحله وان اعترفنا فيها لكن من غير ان ناخذ راي احد؟ اي اعتقد اكو بعض الاشياء، الوعي طبعا شيء زين من الاهل ولا من الاطفال، الحين كمن يروح على الانترنت ويقرا ان شلون نتعامل مع المودز. تمام، المودز وشلون يعني لو بعرف شنو الطريقه شلون اقدر اتعامل؟ تقدر تتعامل مثل ما قلت الرياضه، تعامل مع الناس، في الحين ابس الواحد يقدر يروح لها، منتديات اكلم ناس نفسي ولا عندهم مشاكل نفسي تحت اسم مستعار، فالواحد يقدر يحافظ على خصوصياته. يمكن هذا نشوفها بالافلام اللي تكون جلسه نقاشيه والكل يفضفض. اي بس ودي اقول انه يعني اهم شيء بعد انه يراجع اخصائي النفسي، مو للعلاج يعني، حتى كلمه العلاج يعني دل إنه في مرض، إيه كاكتشاف نفسي ومساندة. في 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 وجهة نظر غريبة، بعض الناس يشوفون إنه والله مو كل طبيب نفسي طبيب نفسي. إيه، يعني بغض النظر عن نظرة إن أنا إذا رحت حق طبيب نفسي فأنا قد أصنف على إني مجنون، لكن البعض يقول إنه كل واحد الآن صار طبيب نفسي. إيه، هو بيع كلام بالنهاية، ما في روشتة معينة ولا في وصفة معينة. إيه، شو العلاج؟ أروح ما أروح أو أتعالج بالبيت؟ أنا أعيد حياتي؟ أدش دورات معينة؟ شو أسوي؟ والله يعتمد يعني إيش كثر الحالة تأثر عليك. إذا أنت كلش يعني مو قادر تحمل والحياة صارت وايد صعبة، أقول خطر إن الواحد يلجأ إلى علاج في البيت ولا إنه يقرأ. يعتمد على شلون هذا مأثر عليك وعلى حياتك. يفرق البيت ما تنصحين فيه؟ البيت والله في الحالات اللي الواحد شوية منعزل ولا مو متضايق ولا في ضيق نفس يعالج نفسه في البيت، بس إذا شاف إن الحياة وايد صعبة ومو قادر يتكيف، أنا والله أنصحه يروح أخصائي نفسي وبعدين يروح دكتور. البعض يربط يمكن العوامل اللي قاعد تمر علينا أو أنصح تسميتها سموم، يربطها بالسوشيال ميديا وعلاقة الطفرة التكنولوجية الأخيرة والأخبار اللي قاعد نشوفها. ايه، اللي كانت تحدث لكن ما كنا نسمع فيها ولا كنا نشوفها. ايه، الآن تحدث ونشوفها ونشاهد الفيديو بأدق تفاصيله. هالأشياء ممكن يورث بعدين أو يسبب نوع من هالعوامل اللي تدمر نوعا ما نفسيتنا. انا اعتقد ان في ضيق لما الواحد يشوف هالامور، وفي السوشيال ميديا مثل الفيسبوك والانستغرام، بعض الدراسات تبين ان هذا السوشيال ميديا يعرضنا للاكتئاب والغيره. نشوف غيرنا مستانسين، مسافرين، فلوس اكثر ولا عمليات تجميل، نتضايق نفسيا وهاي تسبب عزله.
وتسبب مثل ما قلت غيرة و حلها شو أسوي؟ ما أقدر أمنع تكنولوجيا، ما أقدر أمنع سوشيال ميديا، أفلتر يعني كنظرة نفسية، شو المفروض إني أسوي؟ والله أنا أعتقد بعد الواحد يقدر يستخدم التكنولوجيا بطريقة إيجابية، يعتمد على النية. مثلاً هالشخص يقدر إنه يستخدم أبس مثل ما قلنا، مواقع إلكترونية مثل موجوس، يقدر يتكيف مع بعض الأمراض اللي فيه. فأكو إيجابي وأكو سلبي. نصيحتك الأهم، نصيحتك اللي دائماً في كل مناسبة تحبين إنك تذكرينها، شنو هي؟ إن الواحد متأكد إنه يحمي نفسه، إن الواحد يلاحظ إيش قاعد يسوي بعلاقاته مع الناس، هل أنا قاعد أعطي وايد، هل أنا كلش ما قاعد أعطي. مراقبة النفس شيء جداً مهم. لا شك استشارة طبيب أمر ضروري جداً، ما هو عيب ولا هو غلط. لا أكيد. كل الشكر لك أمانة الأخصائية النفسية الدكتورة فجر الماجد على هذا الحوار. إن كانت فيه هناك انصح التعبير سمو نفسية أو سمو غير نفسية، الفكرة بالنهاية أنه مو عيب ولا هو غلط أني أنا أستشير طبيب نفسي متخصص دارس في علم النفس ودارس في هذا المجال ويفيدني شنو المفروض أني أتعامل مع نفسي أو شخصيتي.